نهار خميس داروا شكاية مالي المحلات اللي معاطين الفلوس، بوزاو الفلوس ديالهم، عطاو الفلوس اللي مخلصين، ومشاو ليديك جمعوا شي 2,700,000 بغيو يخلصوها، قال لهم باقا كتسال شي 5 مليون، 5 مليون ديال هاد السائل اللي كيجمع هاد الفلوس هذا ماشي مع الجمعية، خارج الجمعية، هاد السيد هذا مع البنطاجية، مع الناس، واحد الناس بنطاجية هاد الناس هادو، ودارين لنا هاد الحالة بحال ما هكا، يدوا الفلوس ديال عباد الله، والناس بقات بلا ضو، ما يمكنش غادي يحلوه، دابا غير هما اللي وقفوا سدوا هاد المحلات، قال لك حتى يخلصوا لنا الفلوس يردوا لنا الضو ديالنا، عاطين الفلوس، عيطوا عليه المقاطعة، جابوه تماك، عيطوا على البوليس، جاو داو البوليس غادي يقدموا لعند النيابه العامه باش يفصل مع هاد الناس، يعطيهم فلوس ديالهم يخلص لهم الدو. جا مع الدار البيضاء حنا دافعين لهم الطلبات ديال الدو ديال الناس ديال التجار ديال السوق، باقي ما فاهموا، باقي ما ردوا عندنا حتى شي حاجه. حنا دافعين الطلبات، حنا عندنا الدو عندنا، كونتورات عندنا، مكانه كبيره ديال الشركه كبيره، الشركه هزت يديها في 2012، ما بقاش الشركه خدامه. وخلاتنا كنتخبطوا بحال ما هكايا، وهاد الشركة دايرين لنا في اسم إترو، وملي كنبغيو ندخلوا ولا نبغيو نديروا شي حاجة، كيبقاو ديما هاد العصابة كتدخل لنا في شركة إترو، الشركة سالات ما بقاش، ولكن المافيا العصابة دايرين لنا هاد المشاكل بحال ما هكايا، هي اللي خلق لنا هاد المشكل ديما. نطلب من الجامعة دير لنا حل السوق، ومستعدين نخلصوا أي حاجة نخلصوها، أي حاجة نخلصوها، أي نظام طلبوه معنا نخلصوه. حنا متضررين ديال الناس ديال هاد السوق هذا، معروفين حنايا هاد الناس اللي كنطلبوا المواطن ديالنا بشحال ما حسبوا لينا حنا ليديك غنخلصوهم، ونخلصوا حتى القانون ديال الجماعه حتى هو نخلصوا. سدوا خويا الضو ما مخلصش، مع السيد كيجمع الفلوس ديال الضو وكيجمع المونطو اللي بغا وتيخلص اللي بغا، ما كاينش الاختيار نورمالمون. انا جيت مثلا قبل كانت الجمعيه كتكلم بالضو، والجمعيه ما بقاش عندنا فيها الثقه حتى هي، نادو الضو وقف، ما بقيناش كنخلصو مثلا الشهر الاول الشهر الثاني، نادو قال لك انا جيري الضو خلاص نفع نترك، قلنا له سير توكل على الله، قال لك غنشدو ديك الفاكتوره نقسمها على المحلات، مثلا كاين 220 محل كيقسموها على 210، مثلا 10 ما كتخلصش او ساده او ما بغاش تخلص الضو كنقطعوا لها الضو، قلنا له سير كل مره اش كيدير، مره تيقول لك جاتكم 150 نخلصوا حنا ديك 150، الفاكتوره شحال كتجي اخر فاكتوره جات فيها؟ جات فيها 26,000 درهم وشي حاجه، هو تيدير 150 يعني غتجي 30,000 درهم. كيشيط لي السالير ديالو، هو ديما كيشيط لي السالير ديالو، ماشي متطوع بعدا، هو كياخذ السالير ديالو بالطريقه اللي بغا هويا، فوالا تيجمع مثلا داك المونديل 30,000 درهم، كون غير يفيرسي اللي كاين في الفاكتوره اللي شاط ليه هني به، واش كيدير؟ هو دابا داك شاط ليه 29 يقدر يفيرسي غير 20 وياخذ الشي الباقي، واش كياخذو؟ واش يقسمو؟ واش كيدير؟ يلاه المهم الفاكتوره ما كتخلصش كامله، كل مره كتجي عندك الفاكتوره مبلغ غير مؤدي، دابا مثلا الاول ما بدا دعوه دخل على 4,000 درهم ديال الكريدي، 4,000 درهم ديال الكريدي، نورمالمون خاصها تبقى 4,000 درهم اللي خاصها تبقى ديما في الفاكتوره حتى الاخرى، دابا ولات 53,000 درهم، انت تجي ديك الفاكتوره كتلقى مره فيها 20 مره 26 تطلع 53، منين بان المونطو كيتبدل بواحد السرعه، قلنا هادشي ماشي معقول، المهم انا معتقلين حاليا البوليس، وتيقول لك عندي ادله ديالي بينهم كنخلص، حنا عندنا الثقه في السلطات اليوم انا غادي شميتو الدليل يبين واش نيت هو سارق ولا ما سارقش، اللي عندنا مهم حنايا ماشي كامل، وانت مسؤول على الضو كدور عليه، تلقى الفاكتوره 4,000 درهم، واش حد ضو شاعل في السوق قبل ما يتقطع هذا المشكل، ستكون كاين 4,000 درهم، انا شخصيا كنتي تخلص مع عندي كنأدي لك الواجب، كتجيب الدوره وكترجع عندي الشهر الاخر، بالنسبه لي انا راه كلشي خلص، دابا التوتال ديالو 53,000 درهم، نورمالمون الفاكتوره كتكون في الشهر الا كانت فيها بزاف كتكون فيها 26، يعني جوج فاكتورات والفاكتوره الثالثه غتدخل دابا، يعني دابا حاليا غتولي تهضر على 70,000 درهم ولا 80,000 درهم، غتولي تهضر عليها حاليا دابا.